لوحة الأم الميتة، لوحة مسكونة رسمت على يد الفنان النرويجي إدوارد مونك في عام 1899، وهي معروضة حاليا في معرض كلية الفنون بلندن. اشتهر مونك بأعماله الكثيرة المأساوية، ولكن أشهر أعماله هي لوحة الصرخة والتي بيعت بمبلغ 120 مليون دولار. على الرغم من أن هذه اللوحة حازت على شهرة أقل من لوحة الصرخة، لكن هاتان اللوحتان بالتحديد يعكسان بوضوح أسلوب مونك في الرسم، والذي يتسم بالسوداوية شديدة والتشاؤم. ولم يأتي هذا من فراغ بالطبع، بل من طفولة وحياة مفعمة بالبؤس والهموم. لوحة الأم الميتة تخلد ذكر والدة مونك التي ماتت بالسل أمام عينيه وهو طفل في الخامسة من عمره، وقد ترك ذلك الحدث بالإضافة إلى موت شقيقته الكبرى بالمرض نفسه بعد عدة سنوات أثر لا يمحى في نفس مونك. اللوحة كئيبة بكل معنى الكلمة، مجرد النظر إليها يبعث في نفسك شعور مزعج. فهناك امرأة ممددة على سرير، المرأة ميتة الظاهر أنها ماتت للتو، والحزن يخيم على الرجال والنساء المتواجدين حولها. وفي وسط اللوحة أمام السرير تظهر فتاة، الواضح أنها ابنة المرأة الميتة، ربما كانت شقيقة مونك الصغرى، وهي تفتح عينيها على وسعهما كأنها لا تصدق موت أمها وتضع يديها على أذنيها، ربما لأنها لا تريد سماع صوت البكاء والنحيب في الغرفة. قال مونك نفسه عن عمله بطريقة الصعبة: المرض والجنون والموت هم الملائكة السود الذين راقبوا مهده. يبدو أن الأم الميتة تعكس بعض من هذا القلق واليأس والجنون مع هذه العناصر التي تتجسد لتشكل ما لا يمكن وصفه إلا بأنه لوحة مزعجة حقا للنظر إليها. بالطبع يبدو هذا مخيف ومحزن جدا، لكنه يزداد رعبا بعد معرفة أن خلال عشرات السنين التي عرضت فيها اللوحة في المتاحف كانت الكآبة هي الشعور المشترك لكل من شاهدها. لكن الأمر لا يقف عند هذا الحد، فقد اشتكى بعض الناس من أن اللوحة تصيبهم بالفزع، ليس فقط بسبب منظرها الكئيب، بل أيضا لأن الطفلة الظاهرة فيها تطاردهم بأعينها. العديد ممن امتلكوا اللوحة أو مروا بجانبها أقسموا بأن عين الفتاة تتحرك وتطاردهم، في حين زعم آخرون بأنهم يسمعون صوت تحرك اللحاف الذي يغطي المرأة الميتة كأنما أحدهم يسحبه ليغطي جثتها الهامدة. أما أغرب المزاعم والقصص فهي تلك التي تتحدث عن خروج الفتاة الصغيرة من اللوحة خلال الليل كأنها تريد الهرب من تلك الحجرة الكئيبة. ومن الجدير بالذكر أن مونك عاش طيلة حياته كئيبا ولم يتزوج أبدا.